اللي انت مبهدل نفسك فيها دي. انت مش بتقول انك انت محامي؟ ايوه بس انت عرفت الحكايه دي ازاي؟ واد مخبر اسمه بس كان بيشتغل مع البوليس طردوه. كلفته ان هو يقطرك ويعرف انت فين ويجيب لي قرارك.
ايوه انا بشتغل عشان الم شويه فلوس اسدد بيها ديوني ليك وابعت فلوس لامي في المنيا. بمناسبه امك، انت قلت لها انك انت قاعد عندي في بيتي، في بيت علي لوز؟ طبعا لا، ومش عاوز حد يعرف. وبصراحه يعني انا مش هقعد عندك كتير، هي فتره كده وبعدين امشي. امشي؟ امشي بعد ايه؟ بعد ما تبوس ايدي انا كمان؟ ابوس ايدك وراسك، ده انت خيرك وقلبك الطيب مغرقني من ساعه ما جيت هنا. سيبك من الكلام ده دلوقتي، ملوش عازه. ثم انا ما طلبتش منك فلوس، مستوره والحمد لله. المهم انت كويس؟ كله تمام؟ ولا في حاجه جواك عايز تقولها لي؟ عم علي انا ضايقتك في حاجه، عملت حاجه غلط ومش واخد بالي. انا اللي بسالك يا عم، دور انت جواك كده شوف لو في حاجه جواك عايز تقولها، افتح قلبك قول. بصراحه ومن غير لف ودوران عشان ابقى دغري معاك، انا بحب بنتك ثريا. لو انت يعني ما رفضتش اول ما ربنا كان هيفرجها كنت حاجه اطلب ايدها منك. بس بصراحه عندي مشكله تانية، انا قلبي هنا في مصر مع ثريا، لكن الواجب هناك في المنيا مع بنت خالي. خالي اللي رباني وصرف عليا من ساعه ما اتولد، وانا بصراحه حيران مش عارف اعمل ايه. يا عم علي، عم علي، انت تقول لي افتح قلبك ولما افتحه تقفل لي انت قلبك وتقفل الدنيا في وشي. يا عم تيجي تقعد معانا ولا احنا مش قد المقام؟ مقام مين يا عم؟ هو بقى فيه مقامات خلاص. تعالى تعالى يا اخ همام، اقعد معانا بدل ما انت قاعد لوحدك في الركن كده. تعالى. شكرا يا اخوانا. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. اتفضل. انت ايه نظامك بقى؟ من ناحيه ايه يا عم؟ اصل احنا بنشوفك بتيجي تقعد هنا لوحدك بقالك كام يوم، والمعلم شندويلي قال ان انت ابن ناس بس طالع فيها شويه. انا ابن ناس بس مش طالع فيها ولا حاجه، زيكم كده. تفكرني بنفسي اول ما نزلت البلد دي، كنت خايف من الناس، كنت فاكرهم ياما هنا ياما هناك، طلعوا كلهم حراميه زي اخوك رمزي بالظبط. بس ولا اختيش من النار، هتفضحنا قدام راجل محترم. محترم ايه بس يا راجل؟ هو الواحد يعني يستكتر يبقى حرامي؟ ده انا من ساعه ما جيت هنا البلد وانا عمال ادور على شغل. انت بقى نفسك في ايه؟ او ليك في ايه يعني على المؤاخذه؟ او من الاخر يعني ايه اللي رماك على المر؟ اللي امر منه ان ادور على اكل عيشي. طب مد ايدك يلا، كلك لك لقمه معانا يلا عشان يبقى عيش ومال. ده انت طلعت غلبان زينا. بسم الله. شكرا. صباح الفل يا ست الكل. يا صباح النور، يا اهلا وسهلا. انا رمزي. طب وانا مال؟ الله الله الله، ليه بس الدخله الحاميه دي يا ست الكل؟ هات من الاخر طلباتك، ده محل اكل عيش، هتعمل لي فيها عمر الشريف؟ لا لا لا، انا عامل خير بس مش جاي ارمي في البحر، انا جاي ارجعها لاصحابه. ليه بقى لازمه العصبيه دي؟ انا بكره دحلات الرجاله دي. وانا كمان بكرهها موت، يا ساتر، اعوذ بالله. بس اموت في الستات، الستات الحلوه، الجمال الرباني. يا سلام، أعشق الستات أكتر من عليا. خش في الموضوع يا عم يا بتاع الخير. ماشي يا ست الكل. البوك ده مش يخص الجمال وكعب الغزال بذات نفسه؟ أيوه هو. الله، بذمتك طب أنت لقيته فين؟ لقيته واقع كده في الأرض، بس سمحت لنفسي على المؤاخذة يعني إن أنا أفتح البوك وأطلع البطاقة وأشوف الصورة والاسم. شفت الجمال، شفت القمر، قلت معقولة يا واد يا رمزي الجمال والقمر ده يسرح كده وينسى حاجته تقع في الشارع؟
ده انا قلبت الدنيا عليهم. قول لي بقى، انت ليك حلاوه عندي اللي تؤمر بيه. حلاوتي ايه؟ انا يكفيني نظره واحده من عينيك الحلوه المكحاله دي. يا خرابي يا خرابي، انت هتشتغلني يا جدع انت؟ ما انا قلت لك ماليش في دحلبه الرجاله دي. وقلت لك انا كمان ماليش في الكلام ده، يعني متفقين اهو. انا مش تلميذه صغيره عشان تاكل بعقل حلاوه، انا في السوق من صغري ومحدش يعرف يشتغلني يا بتاع الخير. اه انت تشكر، رجعت لي حاجتي كامله ونظام الامانه ده يا رمزي. اسمي رمزي يا ست ميرفت. حكم انا عرفت اسمك من البوك، من البطاقه يعني عدم المؤاخذه، وعرفت كمان انك متجوزه واتطلقت. يلزمك في حاجه؟ ايه اللي يلزمني دي؟ ده انا يلزمني ويلزمني ويلزمني، ده انا من ساعه ما شفت صورتك في البطاقه وانا قلبي بيرفرف جوه صدري. ايه يا ابني الكلام القديم قوي ده؟ ده انت قديم قوي وتعبان. تعبان؟ ده انا تعبان ودايخ. انا مش انا خالص من ساعه ما شفت الصوره. ليه ان شاء الله؟ شفت اللي اسمه ايه ده، العفريت؟ عفريت؟ ده انا شفت الجمال، شفت القمر، ده انا شميت ريحه الفل والياسمين في صورتك. ياه ده انت غلبان قوي، ابعدي عليا بخارك وارقيك. وانا جاهز من دلوقتي يا ست ميرفت، وشكلي كده هخف على ايديكي. لا عدي وقت تاني يا اخويا، النهارده مش فاضيه. بس عموما تشكر على امانتك، والنبي فرحتني. انا كنت زعلانه قوي لما الكيس ضاع مني، بس انت ليك عندي الحلاوه. حلاوه ايه؟ هو في احلى ولا اجمل منك انت يا جميل؟ تشكر يا ذوق. بقول لك ايه، ينفع يعني عدم المؤاخذه لما يقرصني الغرام ابقى اعدي كده على دكان الحبايب، اطل طله، ابص بصه، ها، وان شاء الله اتبخر حتى بالمره. ينفع، بس اوعى عين العفريت تحرقك وما تفضلش عايش في الدور ده كتير. قشطه، قشطات، مربات، حلويات. بقول لك ايه، اخبار الالمازيه ايه؟ ما تقطع شحن يا جدع انت، عايز اشوف شغل. ماشي، عشان خاطرك يا جميل نقطع، نقطع الشحن ونقطع الخط مؤقتا كمان. علي النعمه البلد دي لسه بخير، مصر دي ام الدنيا. انت جمال مصري خالص، تقفيل 100 100. حاكم السوق دلوقتي بقى كله صيني، كله مضروب. سلام يا عمر. سلام. سرايا، ايه اللي جابك هنا؟ عرفتي مكاني ازاي؟ كنت فاكرك لما تشوفني هتطير من على الارض. ايه مش عايزني ادور عليك؟ مش عايز تشوفني يا همام؟ وحشتكش؟ وحشتيني طبعا، لان عقلي كان هيشد عليكي. طب انا عايز اشوف اوضتك. يعني والناس تقول ايه؟ ده ابوكي لو عرف ممكن يموت فيها. ما دام انا عارفه روحي كويس ما يهمنيش اللي يتقال. انا عاوز اشوف اوضتك. ولا في حد عندك؟ لا، اتفضلي اتفضلي. اسبوع يا همام، انت عارف لما مشيت عملت فيا ايه؟ انا ما مشيتش يا سرايا، انا لما صارحت ابوكي باللي بينا زعل وطردني بالسوق. انا مش هقدر استغنى عنك. ابويا لما غصب عليا وجوزني واحد معرفوش وما بحبوش طلقت بعد شهر، وانا ما عنديش استعداد ولا ليا نفس اتكلم مع حد غيرك. مش شايفه غير صورتك، مش سامعه غير حسك. ازاي هان عليك تسيبني كده؟ ما اعرفش انت فين، ولا حتى تليفوني يا همام. ازاي بس؟ انا عايز اكلمك واشوفك واطمن عليكي، بس مش عاوز ازعل ابوكي. كفايه انه اقربني ودخلني بيته، عاوزاني اعمل ايه بس؟ تتمسك بيا زي ما انا متمسكه بيك، تكسر الدنيا عشاني، ما تنامش زي ما انا ما بقالي اسبوع ما بنامش. انت بتحبني ولا لا؟ انت متمسك بيا ولا مش فارقه معاك يا همام؟ انا هقول لك بصراحه، انا عندي مشكلتي ومشكله خالي وبنته، وعندي مشكله الشغل والفلوس، وعندي مشكله حق ابويا وامي وحقي اللي انا جاي اسويه هنا في مصر. اسويه مع مين؟ معرفش. ازاي؟ برضه معرفش. انا تايه ومش عارف اعمل ايه. طب لما تعرف يا همام هتلاقيني مستنياك.
الصحفيين دايما بيشوفوا كل الامور من خلال نظريه المؤامره، وده طبيعه شغلهم. انا طبعا مش بلوم حضرتك، بس الحقيقه انا بنصحك بلاش تدخلي نفسك في مشاكل بدون لازمه. بيقولوا على حضرتك محامي الفساد، وان معظم موكلينك هربانين في لندن بفلوس الشعب. يا ترى الكلام ده مظبوط ولا انا برضو مهووسه بنظريه المؤامره؟ اعتقد ان مشكله سعادتك مع فاضل بيه مش معايا انا، ولا انت خلاص بقى طايحه وحاسه انك انت بطله العالم في الاخلاق والشرف؟ طب وحضرتك مالك عصبي كده؟ ده مجرد سؤال عادي. يا هانم انا جايبك هنا عشان انا اللي اسالك، انت عايزه مننا ايه بالظبط؟ انا مش جايبك هنا عشان تعملي معايا حوار صحفي. طب انا نفسي بس اعرف، هو ليه سمعه فاضل بيه دايما مرتبطه بالمخدرات؟ استاذة كوثر، ما تخلينيش اندم ان انا عايش فاضل بيه عنك، وبعدين بلاش تصدقي كل اللي بتسمعيه. وحضرتك برضو مش كل اللي تسمعه تصدقه، ولو سمحت اوعى تاني مره تحاول تهددني. اوكي استاذه، انت عندك دليل محدد ضد فاضل بيه؟ بلاش دي، انت تقدري تكتبي الكلام ده في الجورنال من غير ما يبقى عندك دليل او مستندات؟ بتهيألي لا، لان ساعتها الثمن هيبقى غالي قوي، وبالقانون مش بالتهديد. ما تدخل في الموضوع على طول وتقولي عايز مني ايه. كويس قوي. فاضل بيه زعلان من سعادتك شويه كده، لانك بتلسيني عليه بالكلام في كل حته والكلام بيوصله. وفاضل بيه ده مش شخص قليل، ده راجل له وضعه في البلد. تقدر تديني تفسير واحد منطقي للحادثه؟ بلاش، تقدر تقولي مين الراجل اللي كان قاعد ورا وليه طلع يجري؟ هو كان مخطوف ولا ايه؟ بصراحه بقى انا زهقت من الحكايه دي، وبعدين انا مش فاهم انت دخلك ايه في الموضوع ده اصلا؟ مش انت اللي لسه قايل لي ان الصحفي بيعتبر كل حاجه مؤامره او موضوع للمؤامره؟ انا بقى حاسه ان الحادثه دي وراها مؤامره. مش بس كده، انا شامه ريحه جريمه. ولا بلاش موضوع الشم ده لحسن فاضل بيزعل. عن اذنك. على فكره مش عايز تعرف بيقولوا عليك ايه في اوساط الصحفيين ورجال الاعمال ورجال المجتمع؟ ولا هتعتبرها سفه وقذف؟ لا، بيقولوا عليا ايه؟ بيقولوا عليك محامي الشيطان. بس ما تتخيليش انا مشغول قد ايه. لا ولا يهمك، انا اهم حاجه دلوقتي عندي انك تطلبي فنجان قهوه. بس كده؟ قهوه حضرتك ايه؟ مظبوطه لو سمحت. اتنين قهوه مظبوط بسرعه. نورت اسكندريه يا استاذه كوثر. بنورك. على فكره بقى، انا متابع كتاباتك وبحب اقرا تحقيقاتك الصحفيه جدا. كل الناس بتقول لي كده، بس الحقيقه بقى ان انا مش شايفه ان في اي حاجه بتتغير. في كل المجتمعات وعلى مدى التاريخ والفساد موجود، المخدرات موجوده والجريمه موجوده، بس لازم نعرف بقى ازاي نقاومها، ازاي نقللها، ازاي نقلل مخاطرها. ولا حضرتك عايزه مجتمع مثالي ما فيهوش اخطاء؟ انا ما قلتش كده، بس على الاقل لما حد يشاور لنا على الحاجه الغلط نسمعه ونلتفت له. طيب يا ستي، ما انا اتصلت بيكي اول ما عرفت اللي حصل. حضرتك عرفت طبعا اللي حصل بعد كده. عرفت من الضابط اللي انت رحتي له وقدمتي عنده البلاغ، عشان كده اتصلت بيكي وقلت لازم اتكلم معاكي ضروري. ما تكملش، انا خلاص عرفت حضرتك عايز تقول لي ايه. عايز تقول ان فاضل بيه راجل واصل ومحدش يقدر يقف في طريقه والكلام ده، مش كده؟ يا استاذه انا راجل قانون، ومش ممكن هجيبك من القاهره لاسكندريه عشان ابلغك بالكلام الفارغ ده. انتوا الصحفيين فاكرين ان انتوا بس اللي بتحاربوا الفساد والجريمه وتجار المخدرات. يا استاذه، انا ليا زمايل بيتضرب عليهم نار، ومنهم اللي بيموتوا وهم بيهاجموا البلطجيه وتجار المخدرات والمجرمين. مش انتوا بس اللي قلبكم على البلد. انا اسفه والله مش قصدي. امال حضرتك بعت لي ليه؟ يعني مجرد ملاحظات ممكن تكشف عن حاجة أو توضح حاجة. جوز بنت فاضل بيه غرق في البحر قبل حادثة عربيتك ب 24 ساعة. الغريب بقى اللي أنا لاحظته على مراته إنها مش قادرة تعترف إن جوزها مات غريب، وعشان كده عملت حاجة غريبة جدا. رفضت تعمل له عزا، وقالت إنها مش هتعترف بموت جوزها غير لما تشوف جثته. وجوزها ده اسمه إيه؟ همام أبو الفضل.
ده اسمه الحقيقي، وسعيد مهران ده اسم شهرته. لا ده كده الحكايه بقى ابتدت تحلو. يعني تستاهل المشوار من مصر لاسكندريه؟ طبعا تستاهل. طيب انا مجهز لك تليفون وعنوان مراته في القاهره. اعتقد ان دي ممكن تكون بدايه كويسه. ميرسي قوي. بس على شرط اللي يوصل لاي معلومه الاول يبلغ التاني فورا. ماشي اتفقنا. أمور سعادتك. مدام باكينام موجودة، أنا واخدة منها ميعاد بالتليفون. هو أنت اسمك إيه؟ كوثر الهيباوي. كوثر الهيباوي؟ تعالي ورايا. حاضر. فضل سعادتك استنيها وأنا هديها خبر على طول. خير. معلش اصل دي اول مره اقابل صحفي او صحفيه. ازاي بقى؟ اللي اعرفه ان سعيد بمهران كان بيكتب في الجرايد. مش كل اللي بيكتبوا في الجرايد صحفيين. سعيد كان بيزنس مان، الكتابه دي كانت مجرد هوايه. طب انا كنت عايز اسالك حاجه، ليه حضرتك معتقده ان سعيد بمهران ما غرقش في البحر؟ مين اللي قال لك الكلام ده؟ وحضرتك اساسا ليه شغله نفسك بقضيه شخصيه؟ عشان سعيد مهران شخصيه معروفه ومشهوره، وانا عندي فضول بقى اعرف ليه سمى نفسه سعيد مهران. زي ما انتي عارفه سعيد مهران بتاع اللص والكلاب كان سفاح قاتل. معنى كده ان كل واحد اسمه سعيد مهران يبقى سفاح او قاتل؟ لا والله انا مش قصدي، انا كل الحكايه سيبك بقى من الحكايه دي وادخلي في الموضوع. انتي عايزه مني ايه بالظبط؟ عايزه اساعدك. انتي تساعديني ازاي؟ مش فاهمه. في قضيه اختفاء سعيد مهران جوزك. ومين قال ان احنا عايزين مساعدتك؟ وانت ايه اللي جابك هنا اصلا؟ مش مفروض يا باكينام تدخلي واحده ما تعرفيهاش بيتك. هو حضرتك تعرفها يا بابا؟ عايز المعرفه. ست متطفله عايشه على قفا الناس، حشره مناخيرها باسرار الناس. مش مفروض واحده زي دي تدخل بيوت محترمه. انا اسفه، ما كنتش عارفه ان حضرتك هتتضايق للدرجات دي. واكتر من كده كمان، واتفضلي اطلعي بره. بابا بره. بكرر اسمك.
يلا يا باشا، يلا يا باشا بقى انت عشان تنام. يلا يطلبني في ساعة زي دي. مالو؟ أيوة، مين اللي بيتكلم؟ أيوة يا بابا، أنا سارة. سارة؟ سارة مين؟ سارة بنتك يا بابا. أيوة، سارة بنت حبيبتي. يا سارة في إيه؟ مالك يا بنتي؟ أنت بتتكلمي بصوت واطي ليه كده؟ وأنت في حد خطفك وحاطط السكين على رقبتك؟ ولا هو يكون الواد جوزك ده اسمه مراد أزاكي ولا عمل حاجة؟ لي النعمة لو عمل كده أقطع خبره. في إيه؟ مالك اتكلمي. عايزين يودوني المصحة. مصحة؟ مين ده اللي عايز يوديك المصحة؟ رانيا، رانيا مرات فاضل الجديدة، ما أنت عارفها يا بابا. والله عال رانيا مرات فاضل اللي كانت شغالة رقاصة في شارع محمد علي، عايزه تودي بنت ابراهيم الملطي المصحه. اوعي تتحركي من عندك. ايوه انا هاجي واكسر البيت علي فيه عشان يعرفوا انت بنت مين. ايوه انت والواد اخوك الصايع اللي انا بتفكر دلوقتي، مش مشكله انا جاي لك حالا. طب ما تتاخرش وحياتي يا بابا، ما تتاخرش. خلاص قلت لك ما تعيطيش، انا جاي جاي. يلا بسرعة بسرعة أنا جاي. يلا مع السلامة مع السلامة. يا ريس يا نصحي، انتوا يا حيوانات يا اللي برا، انتوا يا قدر اطلعوا بسرعة، هاتوا السلاح وتعالوا. سلاح كريم فين؟ خير يا باشا. كويس كويس ان القوة كاملة. خير يا باشا، كفى الله الشر. انت ما نمتش ليه؟ طمنا عليه. بنتي سارة، بنت سارة عايزين يعدوها مستشفى المجانين. مستشفى المجانين ايه؟ ده العاج ولا كان؟ احنا تحت امر سعادتك، احنا جاهزين. ايوه كويس انكم جاهزين ولابسين. هناخد بعضنا دلوقتي ونطلع على بيت فاضل، ها، علشان نحرر سارة بنتي، وناخد الواد جوزها اللي اسمه مراد ده رهين عندنا، ونطلب فدية من ابوه فاضل. لو فاضل بقى ما دفعش الفدية نقتل سارة عشان جوزها يعرف قيمتها. يلا حضروا الأسلحة وحضروا العربية والنبوت بتاعي. يلا بسرعة. حاضر يا باشا. المصحة قال طول ما أنا عايش هوريكم. جايين يا سارة جايين. خلاص فاكرها سايبة يا مراد؟ عامل عليا بلطجي يا ابن فاضل. إما ربيتك ما بقاش أنا سارة بنت إبراهيم بيه. إبراهيم بيه؟ البلطجي بقى بيه بنت البلطجي؟ ده ابوكي شغال في شارع محمد علي بياكل من عرق النسوان يا بنت البلطجي. ابويا بلطجي وابوك حرامي لص شيخ منصر. شيخ منصر كلب. كتفوا الحيوانات دول، كتفوهم. رايحين فين؟ رايحين فين؟ بتاع بتاع السكر انت. خدوه خدوه. افتح يا فاضل، افتح افتح. لا كسر الباب عليك انت واللي اسمها رانيا. افتح يا فاضل يا جبان.
رايحين فين؟ بقول لك يا بغلي انت هو خليكوا عندكم. ايه في ايه؟ لو ما خرجتش بعد 5 دقايق هدوا البيت على الفاضي. ايه اللي حصل بقى؟ ساره مش إيه؟ ساره في يا ابراهيم بيه؟ ايه الدعشه اللي انت عاملها دي؟ وبعدين اللي حصل لكل ده؟ اللي حصل لكل ده هشك مشك عايزه تدخلي بنتي مستشفى المجانين. ده بعدك يا هشك بعدك. ما الله يرحمها ماتت من عمايلك السودة وعمايل ابنك. طب ايه ايه وتعالى تعالى يا حبيبي تعالى اقعد اقعد يا ابراهيم. الراجل انت هتفضل طول عمرك عصبي كده؟ معقول صحيين من عز النوم وعمال تزعق يا راجل؟ عيب ما يصحش ده احنا. انا اسمي ايه يا فاضل؟ يعني ايه اسمك ايه؟ اسمك ابراهيم بيه؟ ابراهيم باشا؟ لا اسمي ابراهيم ابو الغضب. ولو كنت ناسي افكرك ولا فاكرني عشان عجزت وكبرت في السن يبقى خرفت؟ لا بقول لك ايه؟ شرفي اللي قرب من بنتي هتمحي. ايه بنت بنتي دي؟ بنتك هي بنتي واللي يقرب منها مش هتبحه بس، ده انا اشرب من دمه كمان. يا ساره ساره انا زعلان منك. أنا يا بنتي مش 100 مرة قلتلك أي بني آدم يقرب منك تيجي تقوليلي وأنا أعطم لك رقبته؟ يا بنتي أنا مش حماكي، ده أنا أبوكي، وطول ما أنت في البيت ده أنت في رعايتي وحمايتي. بصحتي وكلام فارغ إيه؟ بس يبقى ده كلامي تصدق ده برضه يا إبراهيم بيه؟ هو ابنك برضه مش هيجيبها البر، بيصحى من النوم يفتح الكمبيوتر ويقول يا شر ويدوس إنتر، وبعدين غلب ويدوس انتر، وبعدين قله اصل وقله ادب وبرضه يدوس انتر. الله يجزيك يا راجل. ايه انت خدت كورس في الكمبيوتر ولا ايه؟ هما اللي يعني فاكرني جاهل زيك. جرى ايه؟ انت ناسي ولا ايه؟ انت رجل اعمال وانا رجل اعمال. انت بلطجي وانا اللي اخترعت البلطجه. واد يا مراد انت واد يا كلب يا فاسد ولد. ايوه عمي عمل دبب يا اخويا. بالك لو ما احترمتش نفسك وعملت بنت كويس على قفاك يا كلب، على قفاك انت واللي يتسدد لك. ازمن على المسرح يا اخويا. خلاص الجمهور سقف والستر اتقفلت. فاضل ادعك المصباح وخلي الولد يختفي من قدامي. يلا مراد خد مراتك وادخلوا جوه. حاضر يا بابا اتفضلي. بسمتك راجل شايب وعالم زيك ويقول الكلام ده ويعمل العمايل؟ قبل ما تكمل انا ابراهيم ايه؟ اسمك ابراهيم بيه ابو لهب ابو الغضب. طيب يا سيدي ابراهيم بيه ابو الغضب، مش عيب يا راجل تيجي تتهجم على اخوك حبيبك؟ ده بدل ما تيجي تهنيني اتجوزت من رانيا. جواز ايه يا راجل يا كركوب انت؟ ده انت طول ما انت رايح ولا جاي اي بنت حلوه وصغيره بتتجوزها. ده انت عايز لك مكتب علاقات عامه ابعت لك منه ورد وفل وياسمين كل يوم. طب خلاص يا سيدي بلاش تهنيني على الجواز، تعالى قول لي الحمد لله على السلامه. ولا هتقول لي بقى انك انت ما تعرفش ان انا سافرت امريكا وعملت عمليه قلب مفتوح؟ حبيبي يا فاضل والله ما اعرف. طب والله ما حد قال لي. سلامتك يا اخويا سلامتك يا حبيبي. ولا يمكن انت قلت لي وانا نسيت. بقتش افتكر حاجه دلوقتي. الظاهر كبرت وخرفت، ده انا حتى اسمي ساعات بنساه. مش قادر ادفع كل اللي حلتي وافتكر. ماما حمد على السلامة يا اخوي. ولا لو هتكون بتشتغل لي. ولا بشتغل لك. وبعدين انا اصلا بصراحة الموضوع ده انا كتمت عليه عشان السوق والبورصة والحاجات التانية دي اللي انت عارفها. ماما حمد الله على سلامتك، ألف سلامة يا اخوي. الله يسلم. طيب وانا كنت جاي عشان ايه؟ مش عشان اطمن عليك صح؟ عشان اطمن عليك. يلا عايز مني حاجه عشان هروح انام بقى؟ لا الله يخليك الف سلامه. الله يخليك وما تقلقش على ساره، ساره دي بنتي في عينيا الاثنين. محطوط يا فاضل وانا اقلق عليها ليه؟ يعني اشتكت لي؟ طيب
بسمان بقى. انت قلت ايه؟ تسمان. يسمان. حاجة فيها ماني يا أخي. إنجليزي. رحت عليك في أمريكا ومش عارف إنجليزي. يخرب عقلك. يسمان. تسمان. وأنت من أهلي. ألف سلامة يا أخوي. بسم الله الرحمن الرحيم. دخلت امتى يا جدع انت؟ على المؤاخذه يعني دخلت في الخفيف زي الهواء. اوعى تكون جاي تشغل الاسطوانه اياها، اعمل معروف، الحال نايم والشغل مش ولا بد. وتغضب لما اقول لك يوم ما ظلمني. لخص وقصر، ده انت باين عليك صداع نصفي. طب بذمتك ما وحشتكيش؟ ما وحشتكيش؟ ما وقفتيش كده وقلت بينك وبين نفسك الواد المسبسب بتاع الخير ده وحشني؟ وحشتك انا صح؟ وحشتك. وحشتني؟ ايه بالراحه على نفسك، اوعى تكون مصدق روحك. صحيح. ايش فاهمك يا ديب في اكل الزبيب؟ ومين بقى ان شاء الله الديب ومين بقى الزبيب يا اخويا؟ الزبيب عارف نفسه بيقف يمطوح ويعذب في اللي واقف قدامه. ها طب اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ده انا ملوح من ساعه ما شفتك. بص يا بتاع الخير، انا يا اخويا ما ياكلش معايا الكلام ده. انا خارجه من معركه جواز مع الزفت اللي كنت متجوزاه ده، يعني من الاخر لا طالبه معايا جواز ولا رجاله من اصل الا اذا. ايوه انا مستني بقى الا اذا دي. ها لبن العصفور اؤمري، لبن العصفور اعمل شقلباز واجيبهولك. لا لبن العصفور ولا لبن الحداية، الكشات يا خفيف. اللي معها قرش يسوى قرش واللي معهوش ما يلزموش. كده على طول خبط لازق قوي كده. دي قلبك حجر. هو كده من الاخر، انا طالبه معايا الكشات القرش والقرش الجامد قوي، لا طالبه معايا اغاني ولا حب وافلام. كمان